رجعت لكم من جديد. انا نجوى الشمري. في ناس كثير بحياتنا نحبهم، في ناس كثير بحياتنا ودنا نسعدهم لو شيء بسيط. شلون اقدر اسعد هذول الناس؟ انا اقدر اسعدهم. اي يهمك انت، يهم كل بنت. انا انت كل بنت في العالم. انا من كل قلبي اتمنى ان كل امراه في العالم تكون قويه. اللي ما يعرف ليش انا فاتحه القناه عشان اوريكم حياتي واقول لكم عن مواضيع صارت لي. في حقيبة المدرسة أو أهم أساسيات حقيبة المدرسة. شوفوا حقيبتي كيف حلوة. حلو والله. طبعا راح نجيب أول شيء قلمين فسفوريين. أنا ما أدري شو تسمونه أنتم، مو من هالوان فسفورية. كينج كينج إيش؟ أطلق أطلق قول شيء. يعني تاج تاج. ياب لا مو حركة فانتستيكية توقف غلط دبل باركينج. لا، في كثير عندنا بنات بالنسبة لهم التطوع اني اخذ صاحباتي واروح ونفلها وما اعرف ايش وما اقدم شيء. والطريقة الثالثة طبعا هي حلوة. ليش؟ لانه فيها زي ما قلت لكم الوان، الكل فيه الوان، بس هذه فيها تزيين الغرفة، تقدرون تزينون الغرفة بهذه الاشياء. بعد ما خلصنا اكل جينا ناخذ ارواج. شوف هذا الراج، سارة مختارة هذا الراج، حبيتيه سارة بناخذه. كل مسكوب هذا الاشياء عليك، احنا طالعين نتغدى وين كان عقلي وانا قاعده اكتب هذا. بكل مكان، بجيمزر وبالمنتديات اللي كنت ادخلها. قبولاتي لكم. احبكم احبكم احبكم. انا احبكم.